شيل بقى كل حاجة أنت بتعملها. ده منتج، ده رخام طبيعي صح؟ مثل الطبيعي. طب وريني التاني دي. ها وريني أنت بتعمل إيه؟ دي عبارة عن إيه؟ عميد ميلونك. وإيه تاني؟ حوض. وده زي الأحجار الكريمة. خشب ضد المية طبيعي من الخامات الطبيعية. وده والأحواض دي. الإضاءة. وده الديكور. طبيعي مثل الطبيعي. كل صناعي يعني. كل الحاجات دي من مواد مصنعة. سر الصنعة معاك انت من فضل الله. وده الحوض ده من تصنيعك برضه. طب والحجر، الاحجار دي برضه. يعني انت التشكيلات دي كم حاجه؟ كم حاجه؟ مليون حاجه. مواد لازم، مفيش زي احمر. كل الحاجات دي مصنعه. شكرا.